الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يقول: هل القيء ودم الجروح البسيطة ينقض الوضوء وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن العبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا يجوز الحكم عليها بالإبطال إلا بدليل شرعي آخر. والمتقرر عند العلماء أن نواقض الوضوء توقيفية على النص الصحيح الصريح. والمتقرر عند العلماء أن الإبطال حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وبناء على تقرير هذه الأصول، فالقول الصحيح في القيء ودم الجروح أو قيحها أنها لا تعتبر من جملة نواقض الوضوء قليلة كانت أو كثيرة، لأنه ليس هناك دليل يدل على أن خروج القيء يعتبر ناقضا، ولا أن خروج القيح أو الصديد من الجرح يعتبر ناقضا للطهارة ومبطلا لحكمها. وحيث لا دليل يدل على انتقاضها، فالأصل بقاء حكمها، لأن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، والأصل بقاء ما كان على ما كان. فمن حكم على طهارة أحد خرج شيء من القيح من جرحه، أو حكم بالبطلان على طهارة من استقاء سواء استقاء عمدا أو غلبه القيء، فإنه مطالب بالدليل الدال على إبطال الطهارة. فلا يجوز لأحد أن يبطل طهارة أحد إلا بدليل يدل على هذا الإبطال. فإن قلت: وكيف نفعل بما رواه الإمام الترمذي بسند جيد من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ؟ الجواب: هذا لا جرم أنه حكاية فعل وليست حكاية أمر منه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاء وتوضأ. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن أفعال الشارع تفيد الندب ما لم تقترن بأمر قولي فتفيد ما أفاد القول. فبما أنه فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما يفيد الاستحباب فقط، وأما الوجوب فإنه لا يستفاد من هذا الحديث على حسب الدلالة الأصولية. وبناء على ذلك، فإذا استقاء الإنسان أو ذرعه القيء فالمستحب له أن يتوضأ، وأما طهارته فهي باقية، فالوضوء من القيء مستحب لا واجب. وأما خروج الصديد والدم من غير السبيلين أو القيح فإن هذا لا يعتبر مبطلا للطهارة مطلقا، لا قليلا ولا كثيرا. هذا هو أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحم الله الجميع رحمة واسعة، والله أعلم.